أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول الأخ بن حسين بن علي الحسين: إذا كان الإنسان يصلي في الركعة الأولى أو الوسطى وكان قائما يقرأ لكنه نسي قراءة سورة الفاتحة وقرأ سورة أخرى ولم يتذكر إلا بعدما ركع، ماذا يفعل إذا تذكر ذلك؟ أفيدونا رحمكم الله. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام وحق المنفرد، فإذا نسيها لم تصح ركعته، لم تصح هذه الركعة. ولو ركع وهو لم يقرأ الفاتحة ناسيا ثم ذكر فإنه يرفع، أي أن هذا الركوع غير صحيح، إنه يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها من القرآن في الركعتين الأوليين ويسجد للسهو قبل السلام. نعم.